بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الحقيقة، وهي أن المرأة يستحيل أن تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن تعرف سنة الله في خلقه. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. يعني ماذا أوصيت بالنساء وحدهن؟ قال: فإن المرأة، الفاء هذه للتسبيب، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، تريد أن تكون كما تريد ستكسرها. وفي حديث مسلم قال: وكسرها طلاقها. لا محالة، إما أن ترضى بما فيها من نقص وعيب وقصور، وإلا فالطلاق. وقبله سيكون أيضا الشقاق والخلاف والنزاع الذي يكدر الحياة. قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية لمسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة. انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا، يقول: لن تستقيم لك على طريقة. هذه نفي التعبيد، يستحيل أن تجد في الدنيا في القديم أو الحديث امرأة تكون لك كما تريد في كل شيء، فيجب أن توطن نفسك على هذا النقص وهذا القصور. والخلق كلهم رجالا ونساء مجبولون على النقص والتقصير، لكن لما كانت المرأة تغلب عليها العاطفة، وربما تغلب عاطفتها على عقلها في بعض الأحيان، وتتسرع في اتخاذ بعض القرارات، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة، وهو يخاطبك أيها الرجل أنه يجب عليك أن توطن نفسك على احتمال ما يصدر من زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك من نقص أو جهل أو تقصير أو حمق، فيجب عليك تحمله والتغاضي عن الزلات والتغافل عن الهفوات التي لا بد أن تحصل منها، وألا تكلفها ما لا تطيق، ولا تحملها على الشطط والعنت، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريق مهما حاولت ومهما فعلت. فيجب أن توطن نفسك على قبول هذا النقص والتقصير، وعلى العيش معها عيشة يشوبها شيء من التنغيص والتكدير، لا بد من هذا.